سلام ومرحبا بكم في فيديو جديد. كي دايرين؟ بخير؟ اش كتعاودوا؟ اليوم بغيت نجرب معكم واحد الماسك فيت مجرباه وبغيت نوريه لكم. المهم هو هذا، شريته البارح وبغيت نجربه معكم. هذا اللي جميع نوع البشره، حتى ديك اللي عندها البشره الحساسه تقدر ديرو، زعما ما كاينش شي ما تضرش حتى حاجه، حيت اصلا رطبه. و نجربو، كنصح اللي عندها البشره زعما ناشفه بزاف تشربو. انا نوريكم دابا كيداير، كيحي التجاعيد. المهم كيلاقي بزاف ديال الحوايج، فيه الرمان، فيه سميتو الحامض الهيالورونيك، السيروم هيدراتانت. شوفو حلو، انا كنموت على هاد الماسكات اللي هكا. موجودين تخلعوا. بارد. صافي، كتحيدوا هاد اللي هنا. المشكلة هاد الماسك مع وجهي صغير، خاصني عام باش نبقى نصاوب فيهم، ولكن منعاودش ليكم. زوينة بزاف وريحتها واعرة. ديك الساعة كتحسوا بوجهكم ناشط. المهم هادي كتبقى 15 دقيقة. شتي كتبقى ما صوبتوش مزيان، كاين اللي كيعصبو هاد هادو اللي كيبقاو هنا بحال انا دابا كيعصبو. نجيب بيتا شوية. كان كيصوني التليفون. المهم كاتبين باللي في 15 دقيقة وجهك كيرطب، و في أسبوع واحد كيوليو كيحيد لك التجاعيد، بحال البشرة كتجدد كتولي من المهم كتولي المهم عرفتو بحال كتولي جديدة. أنا نلوح هادشي. انا نخليها دابا 15 دقيقه ونرجع لكم. دابا غنمشي نشوف الرياكسيون ديال ساره. ساره مالي ما عجبتكمش؟
جيجا سمبل ماسترا او جيجا او لعلى ماسترا صافي دابا دازت 15 دقيقة عرفتو دريت والله الا احساس رائع جدا لا والله الا ما عندي ما نقول كداجة مجرباها ولكن ما عقلتش عليها هكا واعره حسيت بالبشره ديالي بارده ورطبه مهم انا وريتكم بعد الساشيه كديره كنقول لكم سيروا شويوها وجربوها ما عندكم ما تخسروا راها واعره وبزوينه الجميع البشرة زعما لعدتك بشرة ناشفة بشرة واخا تكون فيك زعما الحساسية من الماسكات هادي ما كدير والو بغيت نوريكم واحد الحاجة اخرى شريتها هادي الوفيرا كريم كدار لأي جميع الحوايج زعما اللي عندك جميع المشاكل كديرها ليهم ديال بصح كديريها لوجهك لفك الحبوب بزاف كتركزي على البلايص اللي فك فيهم الحبوب انا جربت هذا بيومين وصراحه واعره كديرها لايدها قشبرين ناشفين لا رجلك كي تقشروا لك لا اللي عندها شي مشكل هنا في زعما في الفم كتدهنها الفم كل شيء صراحة واعرة اللي المهم اللي كيتحرق وهادي كيجربها صار واعرة أنا شريتها غير باش على قبل شتو هاي مكتوبة هنا مصورة هنا ما عرفتش علاش مكيشدش ليا التليفون تما شتو المهم أنا شريتها على قبل الحبوب وتمني الواحد كيحسن وكيتجرح كيديرها ولا كتقرصو شي نحله دابا غنديرها ونوريكم بغيت نوريكم كيفاش دايره مع ايدي بقات شتو كديرها دايره بحال الجال هادي انا كنديرها هنا وهنا كتبقاو دهنوا فيها حتى كتنشف مزيان صراحه واعره الحبوب راكم عارفين الوفيرا كنشوف كيديروا بها الناس بزاف ديال الماسكات كتبقاو تحكو كتبقاو دهنوا فيها حتى المهم بحال كتمص صافي كنت باغا نوريكم هذا حيت شحال من وحده قالت لي شنو ندير على الحبوب راه شريتو من لاربوريستيريا واحد البلاصه كيبيعوا فيها غير هادشي ديال الاعشاب وديال الوجه المهم راه اللي كاين في الطاليان راه عارفو اما انا في المغرب ما عرفتش فين كيبيعوا صراحه صافي وهذا هو الفيديو ونتمنى يعجبكم وما تنساوش تخليو لايك واللي ما مشتركش معايا في القناه مرحبا به يشترك ما تنساوش تجربوا الماسك اللي بغات تجربوا وقولوا لي في كومنتار كي جاكم وشكرا بزاف وكنبغيكم بزاف شكرا على الدعم اليوم عاوتاني غادي ندير لايف في الليل مع ال11 راه كتبت لكم معاش غنديرها نتمنى تكونوا كلكم ونتمناكم وباي باي.